صباح الخير من جديد. اليوم رح نعمل أفكار كتير حلوة للأطفال، كيف نقدر نلهي أطفالنا أنه يعملوا أشياء مفيدة بالمنزل لحتى كمان الأم ترتاح، تقدر تعمل اللي بدها إياه من خلال إلها أطفالها بأشياء حلوة ومفيدة طبعا لعائلهم ولجسدهم بنفس الوقت. رح نعرف أكثر عن هذا الموضوع مع أخصائية الحرف اليدوية، ورح نشتغل اليوم مع الطفلة زيا اللي رح تعمل لنا كمان أشياء حلوة وتشارك بالشغل مع فيه. كيفك فيه؟ صباح الخير، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. إيش رح نعمل اليوم؟ اليوم رح نعمل قلعة كاسل زي ما قلتي عشان نشغل اولادنا ونعلمهم كيف يقصوا احسن وكيف يلونوا يلزقوا. طبعا هذا كله بيقوي العضلات الدقيقه عندهم. حلو. وكثير من الامهات كمان طلبوا مني يعملوا بروجكتس مع اولادهم بالبيت. يعني ايش في اشياء يلهوا اولادهم اما بالعطل او بالاعياد. حتى بوقت الفراغ، يعني دائما بنقول انه الاطفال لازم نشغلهم باشياء حلوه. مزبوط. اليوم معنا زيا الحلوه كثير عشان تشتغل معنا، ورح تشتغل مع في. صح. زيا ايش بدك تسوي لنا مع في؟ بتعرفي ايش رح تسوي؟ ايش؟ كسل رح تعملي يلا. يا حلوة. طيب. رح نقعدك هون عشان تشتغلي مع في كتير منيح. بصي انا وياكي تعملي اشياء حلوة، يلا. اوكي يلا. يلا. رح انقل انا زيا هون. يلا زيا شطورة. اوكي. يلا. زيا هي كتير شاطرة وشطورة بالمدرسة وبتحبي الفن، صح؟ قد ايه بتحبي الفن؟ كتير. كتير صح؟ طيب يلا. بلشي قصي هاي الدائرة. هلا المواد اللي احنا بدنا اياها رح نخلي زيا هلا تقص الدائره، بس المواد اللي بدنا اياها هي بوكسه. أوكي. وبدنا هدول الرول الكرتون. أوه. تبع الرول التواليت. تبع التواليت او تبع المطبخ. بدنا احجام مختلفه طبعا، ورق لف الهدايا واي شيء زي شجر اعلام هلا رح نحط برضه على الكاسل. أوكي. اذا بدك يلا نبلش. يلا زيا عشان نقص. يلا يا حلوة. زيا شايفة حالها هون على المونيتر ومكيفة. اوكي. احنا دائما الاطفال اللي بيجوا عنا بلتهوا بالمونيتر. اوكي. يلا برافو زيا. بصي كمان. اذا احنا رح نعمل زي هيك في زي هدول. بالضبط. هيك رح تطلع الصورة. اوكي. شطورة زوزو. ايوه. على الخط. زيا قد ايه عمرك؟ 4 ونص. 4 ونص، حلو ان شاء الله العمر كله. على الخط. بس على الخط. هاتي اكمل عنك. اوكي يلا. بس شطوره، شاطره كثير. اوكي هيك يلا هلا بدشي على الخط كمان. اوكي يلا امسكي من هون. هلا طبعا لو ما طلع يعني الدائره زي ما احنا بدنا اياها مش مشكله. مش مهم. أيوة. شاطره، برافو. يلا اوكي ارجعك شوي لورا احسن عشان تمسكي حالك منيح. ايوه هاي هي الدائره. اوكي رح نعمل فيها. واو زيا شاطره، شطوره هي كثير. بس بدنا نظبطها هي. بنظبطها هلا في بتظبطها. يس هلا خالته في او انتي في بتظبطها، مش مهم. اوكي هاي الدائره اللي عندي. أوكي. اللي عملتها زيا الشطوره. اوكي امسكيها زيا. يلا هلا احنا ورجينا اياها هيك، امسكيها هون ورجينا اياها، امسكيها هيك زيا. اوكي يلا حلو. اوكي هلا هون احنا جايبين ورق لف برضه بدنا نقصه. هاتي انا وياكي نقصه، انا اقصه على السريع على السريع. يلا على الخط. ايش هذا لونه؟ بيربل. شطوره. اوكي بنقص هيك. هلا ايش بدنا نعمل زيا؟ انت بتعرفي ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل كسل. بدنا نعمل كسل ونلزق هاي. نعمل كسل. نستعمل هاي صح؟ كمان هاي. بدنا نستعمل هاي كمان. اوكي بس عليك. اول شيء رح نستعمل هاي. يلا لزقي لي هون عشان نغلف الكرتونه بورق الهدايا. طبعا بنجيب. لا حبيبتي هون حطي لي هون. يلا ايوه. انتي دائما هيك تعملي بالمدرسه؟ شطوره. واو تعملي اشياء شطورة. حلوه. بس مش بهيك، مش بهاي الكرتونه. لا ولا بشو؟ بزي هذول. بالورق هدول. يمكن من دون كرتونه بيعملوها. كيف بتزبط ابصر؟ الكرتونه بتكون بلكن اخمل. مزبوط. هلا هيك صارت، لزقناها منيح هيك صح؟ اوكي هلا بدنا نحط هاي الدائره تبعتك الحلوه، بدنا نقسمها من النص هيك، نعمل خط. نعمل فيها زي شق. اوكي وشوفي هلا كيف هيك عملناها من. أوكي. نصها عملنا شق فيها، بس بدنا نعملها هيك.
نلفها على بعض. شو حلو. عشان تصير ايش؟ الحد. الراس. ايوه بالضبط، شكلها زي الطاقية صح؟ حلو. طب زيا انت بتعرفي تعملي هيك؟ بتعرفي تعملي زي هاي؟ لا. لا؟ اوكي بنتعلم. ما هي زيا جاي هون عشان تساعدنا نتعلم. اوكي؟ هاي منلزق هيك الطرف وبنعمل هاد الجلو صح، ممكن يلزق بايدينا. طبعا ممكن يلزق بايدينا. فشو بنعمل بس يلزق بايدينا؟ احنا بدنا نحطه هيك عشان ما يلزق بايدينا، بتعرفي؟ بدنا نثبته بي ايش هذا؟ ملقط؟ ننثبته عشان ينشف، بعدين بنحطه هيك، اوكي؟ بس انا هلا محضره واحد جاهز عشان الوقت، اوكي؟ وحاطه كمان ايش؟ يلا خليك هيك ماسكتيه بس ما تلعبي فيه، بس عشان يلزق منيح، بس ما تلعبي فيه ما تفتحي. بالضبط. اوكي، اذا وبرضه بنعمل اعلام ميس عشان برضه يبين توثبيك، وبس بنلزق بنقصقص شكل اعلام وبنلزق عليها عشان يبين شكل القلعة اللي عنا. هلأ هاي انت اللي مستخدمتيها هون، هاي مش كرتونة. لا فلينة زي فلينة. بس كل شيء بزبط، يعني اللي عندك بالبيت بزبط. اوكي، وبس بنحط هون القاعدة او الراس تبع القلعة. اوكي شفتي شو حلوة؟ كتير حلوة. حبيتيه؟ اوكي هاي منخليها تنشف. اوكي اوكي هلا هون انا كمان ميس مقصقصه زي ابواب، ونقدر نخلي الاولاد هن يقصوا معنا شبابيك وابواب. وهون هاي اللي بدي احكي عليها، هاي يس. أوكي. هاي شو؟ هاي هي البوكس. الكرتونه البوكس. هاي اللي رح تنحط القلعه فيها. شو حلو. ايوه بالضبط، رح نحطها على الداير. هلا هاي البوكس عاديه، بس امنا من هون زيا امناها من هون، فتحناها وحطينا بس لزقنا عليها كرتون ولزقنا زي شكل القلعه صح اللي حكينا عنه انا وياكي. اوكي بس نورجي المشاهدين كيف بدنا نقص. هلا هاي ما حتستخدميها، بس نورجي كيف نقصها. لا رح استعملها، رح احطها على السايد هذا. اوكي بس بالمسطره ميس بنعمل زي هذا الشكل وبنقصه. ايش اكثر شيء حبيتيه بهدول؟ في عنا هون حيوانات صح؟ انا جبتهم. انت جبتيهم؟ انت عندك اياهم هدول؟ ياي. طب هاي شو؟ البقره. البقره. وهاي هورسي. هورس. وهذا هورسي ابن هذا. ايش بسموه الهورسي اللي ابن هاد؟ احذري. هذا بوني. بوني. شطورة. شطورة انت، فظيعة زيا. ما اظن انت راكبة بوني مرة صح؟ حلو. مرة بهذا الفصل. بهذا الفصل رحتي مع المدرسة ركبتي بوني ولا مع ماما؟ مع ماما. مع ماما. اوكي حلو البوني. ركبت بوني وكمان ركبت فيي. لا عن جد؟ ما خفتي؟ لا ما خفت. واو جريئة فظيعة. كثير حلو البوني. اصلا بجنن البوني صح؟ وكمان بحب الهورسي. الهورسي بس مين اكثر، الهورسي ولا البوني؟ البوني والهورسي. بس طب البقرة حرام تركناها لحالها. كمان تحبيها كمان؟ اوكي. ايش بتطلع لنا البقرة؟ حليب. حليب. شطورة انتي، منيحة البقرة. يلا هيهم. اوكي ميس انا حطيت على هذا السايد. بس شفتي زيا كيف حطينا هيك شكل القلعة؟ بس ديري بالك اصبعك. هلا احنا دائما لما يكون معنا صغار ما بنستعمل السيليكون. بنستعمل الجلو. هلا عشان احسن. بالضبط. هلا عشان الوقت. طيب هلا هون كمان من قدام انا عجبتني. هاي ميس هذا اللي بدي احكي لك اياه، هدول الفواصل اللي جوا اللي بيكونوا للكاسات برضه استعملناهم. اوكي الكرتونة. عرفتي؟ يعني الكرتونه تبعت الكاسات اللي جوا بتكون جوا البوكس فاصلتها، انا حطيتهم هون وعامله منهم زي زي باب. باب. اوكي كثير حلو. حبيت. كثير رح ينبسطوا عليها الولاد. بس ورق صغار. بس حبل خيش. بس خيش حبلين. اوكي. اوكي احلى نعمل فستاننا. اوكي. اوكي. فهلا رح نحطهم كلهم جنب بعض. يلا. زيا بدك تساعدينا؟ بدك تساعدي خيش؟ نحط ايش الحيوانات؟ ليش بدنا نحط الحيوانات عند القلعة؟ عشان
تطلع القلعة حلوة. تطلع القلعة حلوة. هلا هيك بنحط أي إشي خضار. طبعاً بنحطه على كرتونة إذا بدنا. الله. يلا مش مشكلة بسيطة. طيب كله سيليكون. لازم نلزقها. لازم نلزقها. فهلا عشان هيك نلزقها. اوكي حلو. اوكي هلا بدنا نلزق زي هون. ليش عم بيطلع بخار؟ ايه عشان سخن. عشان هيك ما بصير الصغار يقربوا عليه عشان سخن كثير. اوكي. أنا مرة ماما عملت ولزقنا لسامة الإشي هذا. إيش هو؟ الشوكولات. ياي حلو. عملت هي زيا. قولي لهم عن أختك، مش أنت عندك أخت صغيرة؟ قديش عمرها أختك؟ عمرها تنين. تنين؟ إيش اسمها؟ أنا أكبر منها. أكيد أنت أكبر منها، أنت 4.5، فأنت أكيد أكبر منها. شو اسمها أختك؟ سما. سما حلو. طب احكي لنا ايش بدك تحكي لنا عنها؟ ايش بتعمل؟ بتعرف تعمل هيك اشياء زيك ولا لا؟ لا صارت صغيره لانها اكيد صغيره عشانها بيبي. اوكي بس انت عشان تعلميها هاي الاشياء اللي تعلمتيها بس بتعمل ممكن بتركض لحالها. عن جد بتمشي لحالها. الله اكبر. معقول تمشي لحالها؟ عن جد. ياي شو حلو. كمان احنا من مشيها دادا هالله. شو مشيها دادا هالله؟ هاي يعني بنعلمها انه شوي شوي. بالضبط. اوكي بس طيب. هي صارت تمشي كمان شطوره والله. انها سما شطوره لانها اختك شاطره اكيد، لانك انت كثير شاطره. هي زهره بس بطه بطه. مزبوط بطه هي بطوطه. طيب قولي لنا ايش تعلمتي هلا بس عبين ما في هيك تخلص على السريع ونحط الاشياء. ايش في اغاني هلا بدنا نحطهم هدول هناك خلص نخلص منهم. ايش في اغاني تعلمتيها بالمدرسه تغني لنا هيك اشي حلو علموك اياه؟ هدول لازم نرجعهم على بيتي. رح نرجعهم طبعا. احنا ما بنسرق شيء. احنا ما بنسرق ولا شيء. لا هي ميس بترجع لك اياهم. لا طبعا انا بس هيك بتطلع عليهم نحطهم هون بس عشان هيك نورجيهم للناس اللي بيحضرونا بطريقه حلوه بعدين كل شيء بيرجع لاصحابه. اوكي بس غني لنا اغنيه يلا. شو تعلمتي شيء بالمدرسه حلو؟ اشي حلو. غني شو بدك تغني؟ متذكرة اشي من الاغاني اللي بتغنوها بالمدرسة؟ غنينا يلا. مش عارفة. ناسية هلا؟ ناسية. ناسية؟ ولا اشي متذكرة؟ بس اذا بتعلم كتير بصير اعرف. اوكي خلص انت بدك تحفظي هلا كم من اغنية وبس تيجي كمان مرة بنحكي معاكي بنقول لك تعالي غني لنا. اوكي؟ اوكي حلو يلا. اوكي طيب شفتي شو حلو؟ مش معقول شو حلو. حلو. هلا بنقدر نحط الحيوانات اللي جبتيهم انت؟ يلا. اوكي. اول شيء وين نحط؟ اوكي نحط هاي كمان. هاي البوني. وبنقدر ايش مين بيعيش بالقلعه كمان ممكن يعيش بالقلعه؟ البرنسس. وين البرنسس تبعتك؟ ما جبتيها. هي البرنسس احنا لازم نحطها هون. لو بتوسع زي كان احنا حطيناها هون عشانك انت احلى برنسس. اوكي كثير حلوه. شو سهله وشو بسيطه. سهله كثير. طيب هاي رح نعطيها احنا لزيا طبعا. اوكي عشان توديها كمان على المدرسه. وين بدك توديها على المدرسه ولا على البيت زيا؟ على المدرسة مش على البيت؟ اوكي شكله عندك بالبيت اشياء كثير حلوة. خلص ما بدك اشياء تحطيها بالبيت صح؟ لا رح ارجع على البيت. رح ترجع اول شيء على المدرسة بعدين على البيت. اوكي زيا شكرا. شكرا لك. يلا احكي باي للناس. باي. قولي لهم باي. احكي باي. هيك اعملي باي. احكي باي كمان لماما وبابا. طيب في شكرا لك. ثانك يو. شكرا كثير. ثانك يو زيا. باي.